روبرت ساتلوف المدير التنفيذي لمعهد واشنطن. سواء اعترف السودان بإسرائيل اليوم أو غدا، فإن القصة الكبيرة هي تحول الخرطوم الدرامي من نظام إسلامي يدعم الإرهاب وبن لادن إلى دولة تتوق إلى علاقات دافئة مع الولايات المتحدة وإسرائيل والغرب. الآثار الإقليمية هائلة. كاميرون هاتسون كبير باحثين في المجلس الأطلسي في واشنطن: أعتقد أن إزالة السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب أصبح مترابطاً مع خطة الرئيس ترامب الأوسع للسلام في الشرق الأوسط وتأمين علاقات طبيعية بين أكبر عدد ممكن من الدول العربية وإسرائيل. ففي حين أنه ليس هناك مقايضة صريحة بين تطبيع السودان مع إسرائيل لإزالته من قائمة داعمي الإرهاب، فإن طريقة زيارة بومبيو للمنطقة يتم تأطيرها كجزء من سلام إقليمي أوسع. علاوة على ذلك، فإن الأخبار تفيد بأنه ستتم دعوة السودان إلى مؤتمر السلام في الشرق الأوسط الذي سيعقد في الخليج بقيادة الولايات المتحدة، وبذلك ينضم السودان إلى تحالف تنظمه الولايات المتحدة للدول العربية الصديقة لإسرائيل. جاريد بلانك منسق سابق في وزارة الخارجية الأمريكية: يبدو على نحو متزايد أن الوزير بومبيو استعجل هذه الرحلة لتتزامن مع الترتيبات الخاصة بالمؤتمر الوطني الجمهوري. أعتقد أن فعالية المسعى الأمريكي للتوسع في الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي على التطبيع ستضيع. مارتن إنديك مبعوث أمريكي خاص سابق للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية: يقول نتنياهو إن سياسته للسلام مقابل السلام تؤتي ثمارها. في الواقع إنه سلام مقابل إيقاف الضم وطائرات F-35S في حالة الإمارات العربية المتحدة، سلام مقابل الشطب من قائمة الإرهاب الأمريكية في حالة السودان، والسلام مقابل الصحراء الغربية فيما يخص المغرب. في كل حالة تدفع إسرائيل أو الولايات المتحدة الثمن.